السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين جمال بالماضي يتكلم على بيب غوارديولا، وين قال غوارديولا ليس جزائري ولا يرى محرز مثل ما يراه الجزائريون. صح، احنا نبغوا لا كاين اللي يعرف كرة القدم، كان يعرف كرة القدم. غوارديولا راه يشوف فانيك المصلحة تاعه، يشوف المصلحة تاع النادي تاعه، خاطش محرز ما غاديش يكون في الكوب دا، ما غاديش يكون في جونفي، ما غاديش يكون معاهم. غوارديولا وين راه يدور ويشوف كاع الجاهزية تاع اللاعبين، يدور ويشوف ويضغط ويشوف ويشوف ويشوف، يعرف الوقت اللي غادي يدخل فيه محرز. وانا نقولها ونعاودها، محرز كي تكمل الشامبيونه غوارديولا يرده الشابو، والو يرده، هو الرسمي، هو الرسمي تاع تاع ليكيب، ويدي كاع نسبه تاع الصحافه كاع يديها غوارديولا. مي تكمل العام شوفوا كي يكمل العام محرز وين يكملها، شوفوا كي يكمل العام محرز وين يكملها، بالادله بالبرهان. شوفوا من نهار اللي جا مانشستر سيتي مايغري صراو له مشاكل، طالع مهود مشاكل كي يكمل العام محرز هو الرسمي بالتالي كاع. على ذيك وين برر جماه بالماضي مدير الفني المنتخب الجزائري لكرة القدم طريقة تعامل غوارديولا مدير الفني لنادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مع قائد الخوض رياض محرز. يعني شوف نبقاو نهضرو على ديلور صاحبي، ها ديلور محرز، ديلور كنا هذا واحد كتب لي قال لي نسيت ديلور، يا مشي نسينا ديلور، انا مشي نسيت ديلور. ديلور حنا دافعنا عليه خاطش علاه كنا نبغوه، خاطش ناس ردوا ديلور ابو الوطنيه، ديلور المثل الذي يقتدى به، ديلور حتى وين جاما بالماضي الناس على ولا تبغيه، حتى وين جاما بالماضي كان يضرب به المثل، حتى الصحافه كانوا يضربوا به المثل. اليوم الناس انقلبت عليه، صايك انقلبتوا عليه، صايك صحيح كاع الناس يتعاير فيه، كاع ركبتو في الفلوكة تاع بالماضي، صحيح سبحان الله. لو نبقاو غير نهضرو على ديلور، صحيح ديلور يروح لحياته الشخصية ويروح للعاب منا منا، انتوما اللي كنتو في اليوتيوب قولوها للناس اللي كانوا يتبعوا فيه اسيست، يوروه مع ولدو، يوروه يتريني، قولوها لهذوك. وانايا ديلور كنت نقارع له مكاش في ليكيب ناسيونال، انا على بالي بلي ديلور تروازيام شوا، وكو جابو ناف واحد اخر كاتريام شوا، وكو جابو ناف واحد اخر كاين يتكلم سانكيام شوا. ديلور كان تروازي، كان ما يلعبش ديلور، ما يلعبش ليكيب ناسيونال. ديلور كان تروازيام شوا، قاعد تروازيام شوا، ما يلعبش، ما يحطش كراو باش يكون على بالكم. مالكم ديلور من 2019 لليوم شحال لعب في ليكيب ناسيونال؟ قلبت لي يا صاحبي، قلبت لي قرا يا ولد عمي، راني نهضر هاك تكومونتي لي هاك. ديلور الناس هضرت عليه البارح، الناس اللي كانوا يشكروا في ديلور عايروا ديلور، هادو صحاب الموجه في اليوتيوب نعرفوهم حنايا، صحاب الموجه. دي بالماضي هضر على 11، الناس كحبست وقعدوا يشوفوا في الفيسبوك، صابوا الشعب قاع رايح مع بالماضي، خرجوا ولاو يعايروا في ديلور، جاو مع بالماضي، هذو في اليوتيوب في الفيسبوك كاين الناس نعرفوهم. هذا مكان، هذه هي صابوا الشعب جاي داير مع ديلور، كانوا يجوا ضد بالماضي. وين راهم الشعب اللي كان ينتقد في وين راهم؟ خرجوا هدروا ما خرجوش هدروا؟ خاطش مشي قاض بين المنام وين راه رايح؟ ساكتين. هذو صعاب، هذو روحوا عندهم، كانوا يهضروا على الاسيست تاع ديلور، كانوا مسمينو بوزلوف، ديلور سنيا مع النيس، ديلور دار، ديلور منا، يعايروا في قويريم ويشكروا في ديلور، يعايروا من صحيح. خلونا غادي مرخب، كنتو تقولوا جزائري وفحل وهذا هو الجزائري وشاد، ومن بعد ولا غاجاري مكسيكي فرنسي وتحركي. هيا صحيح، هيا صحيح، فضحتو نتوما بزاف. ها راح صايك صرفت عليه انت يا ول، انا كنت قري فيه، انت كنت تشري له كرطابل، كنت تشري له كراس تاع 36 ول. ها صايك جا قبلتوه
وبحال وولي تطوره هنا يجر في الكعبة تاعو في القاهرة، ديلور جاهز للحرب، ديلور جاي للمعركة، ديلور من هانتوما دعمي هانتوما تطلعوا وانتوما تهودوا، هانتوما بينك الشعب، انتوما بينك الشعب منكم ما هانتوما بينك تطلعوا فراعنة وتهودوا فراعنة، انتوما والله لا انتوما كل واحد في بلاصته، مدرب في بلاصته، لعب فلاني في بلاصته، لا انتوما وليتو تقارعوا لهم حسقة تهضروا عليها، تاوير شاهد راخر راه ياكل، شاهد راخر في ارسخته، شاهد راخر منا، شاهد راخر شا لابس، شاهد راخر مع مرتو، انتوما فانيكا ها كل واحد يتبع تبع وليتو هاليك حسن شعرو، هاليك قلع شعرو، هاليك سابغ شعرو، هاليك منا، انتوما فانيكا والله لا انتوما ماذا هذا الصوالح ما انا تبلي غير الشك يا ملي يدير الصوالح تشكمو 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 تي 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 الشكي ما تخرج لكم من يوفاتكم بعد دوروا على الغاشي. انا كاين واحد برك علي رديت له في الكومنتير عايرني قال لي جمال بالماضي قصفر، جمال بالماضي قصف روحو، جمال بالماضي قصف روحو، جمال بالماضي كان يقول كان يقتدي به خويا، كان يقول لك هل فحل هل فحل شجر، وهذا جاب روحه وهذا منه كان يعاير به لعابه لي لعابه المستوى الاول، كان كان مين يعاير المستوى الاول كان يجبد على ديلور يقول لهم اللي بيدير يدير كيما ديلور هو غارد ديلور، قالها لو 20 قالها لو 28 اكتوبر لو 20 2020 قال غارد ديلور اللي فني وحده جا وحده قال لك واليوم ديلور خايب قابلو غادي قاو غاني بين أنا ديلور أنا كنت نديرو ليكوش ولا الله يسهل علي جا راح وانتوما شكمتولو ها انتوما شكمتولو انتوما دعميش كيما النار ها تشكمو من بعد الدور أنا شابين ديكم والله أو تشكمو من بعد جو تعيرو الغازي وانتوما كنتو شكمولو ديلور ولك تدريبة توروه ديلور يدرب توروه ديلور رابط كابتو دخول ديلور إلى معسكر دخول منا دخول انتوما سبحان الله أو تشكمو تتشبعو من بعد الدور والغازي ولا يعني وما تعايرونا احنا احنا ما انا ما شك ما انا ما اي ماركي هدرت عليه باللي ماركي لعاب مليح هذا تابع ليكيب ناسيونال شنا بلي راني ماركي مع نيس وين ماركي مع مونبيلي هدرت عليه في الصوالح انتوما بغيتو تغسلوه له كاع تروحوا كاع تغسلوه له تنشفوه له يعني ها راح قود تشجعوا كيما هو وراحوا كيما هو وين راهم فهمتي كي هو كي بالماضي كي اللي راه يشكم له كي اللي كان يشكم له كاع كيف كيف عندي انا. وقال بالماضي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس عشيه المباراه امام النيجر في الجوله الثالثه من تصفيات افريقيه المؤهله لمونديال 2022 محرز ليس سعيد بدون شك بوضعه في فريقه مثل ما هو الحال عيسى ماندي مدافع فياريال إسباني لأنه ببساطة يريد المشاركة في كل مباريات وأضاف غوارديولا ليس جزائري ولا ينظر إلى رياض محرز مثل ما ننظر إليه نحن وهو يتعامل مع المجموعة اللاعبين الذين يملكها محرز يلعب عدد يعني عدد مهم من المباريات لو نقارن بالبقية لاعبين شخصيا عندما يلعب مباراة واحدة كل أسبوع فهذا يسعدني ويكفيني والله لا صح لاباك انتوما راك سموه صلاح صلاح بارتي امور بارتي امور بارتي امور يجي لبلادو يجي طافي يجي بيفوت باكور في بلادو. ومن جهه اخرى اعترف بالماضي بالصعوبه التي يجدها مدافع عيسى ماندي منذ انتقاله لنادي فياريال بسبب قله مشاركته مع فريقه الجديد لكنه اكد انه ليس قلق على مستقبله شانه شان محرز. داودي عيسى ماندي هما بغاو يبيعوا ذاك لاكس سنترال كانوا بيبيعوه تدير ريال بارسا ما نتباعش وما كي راحوا جابوا عيسى ماندي كانوا دايرين بلي هذاك لاكس سنترال كان رايح ما راحش دروك كاينه منافسه دروك المتيني قطع دروك وانتيني قطع هذه هي ما حاجه وحده اخرى ما نشوفوا بها بلي نورمال على نقولوا بلي ودي عيسى ماندي محرز يعني عندهم سر كان ما كان 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 بن عمري ما كانش يلعب الصحافه ما كانش يطرحوا عليه سؤال كي عيسى ماندي قال له عيسى ماندي انا عيطت له عيسى ماندي وبن عمري ما كان يجي بلا لعب هذاك اللي يلعب في بوردو جا بلا لعب بزاف
على ذلك اليوم نقولوا بلي ودي المهم نفوزوا بالمباراة صحيح المنتخب الوطني صحيح.